بلدية مدينة أبوظبي تنظم ملتقى المسؤولية المجتمعية الثالث تحت عنوان شركاء من أجل التسامح، والذي يطرح أهم المشاريع والشراكات. المحاور الرئيسية للملتقى: كلمة الافتتاح، عرض المشاريع المنفذة من قبل الشركاء. ستتاح فرص المشاركة في المشاريع التطويرية، تكريم الشركاء الاستراتيجيين، وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2019، فندق باب القصر، الساعة 10 صباحاً. تجربة تعود عليك بالنفع مدى الحياة. للتسجيل لحضور ملتقى شركاء من أجل التسامح عبر الرابط الإلكتروني